كل واحد من الأطراف وكل طرف من الحركات وكل حزب من الأحزاب متمسك بحيثية خاصة يعني، لأنه كلهم أحدا ومجتمعين، ما في رؤية وطنية ولا مشروع وطني جامع يعني. هذه مصيبة كبيرة جدا يعني. عشان كده الآن حتى حقيقة المركز دي ذاتها بقت متهمة. بمعنى شنو؟ بمعنى كل الأطراف بتقول إنه كلها مظلومة يعني. وشي طبيعي دائما في أي دولة وفي أي حضارة وفي أي بيكون في مركز وبيكون في أطراف يعني. المركز بطبيعته بيكون متقدم على الأطراف بحكم وظيفته ودوره والحراك اللي بيحصل فيه وإلى آخره يعني. عشان كده أنا فاهم يعني الضعف الموجود في شمال السودان والضعف الموجود في شرق السودان والضعف الموجود في الجنوب وفي دارفور وفي كردفان عن المركز يعني. لكن أنا أعزو ذلك إلى أصلا ضعف وسوء الفكر السياسي السوداني يعني. لا أرد ذلك إلى مقاصد شرانية يعني في المركز يعني. نعم. لأن المركز هو الحبل الذي يجمع كل هذه الحبال في كل الاتجاهات يعني. فأنا لا أتهم المركز، لكن أتهم العقل السوداني بعامة، لأنه زي ما قلت لك إحنا مصيبتنا ما عندنا مشروع وطني أصلا يعني. والحقيقة الأزمة السودانية ما أزمة سياسية. أنا ضد الكلام عن إنه الأزمة السياسية وما الأزمة السياسية والأزمة الإدارية. أنا لا أقول أن الأزمة السودانية أزمة سياسية بالمفهوم الإداري بتاعي يعني. الأزمة السودانية أزمة عقل وأزمة أخلاق يعني. هذا الكلام ده لازم يقر بها ويخاطب أكوردلي يعني. من الجميع أصلا يعني. دي أزمة عقل واضحة جدا يعني. المسألة ما سكو إدارة سياسية يعني، ولكن المسألة أزمة عقل وأزمة العقل بالضرورة أزمة أخلاق يعني، وأزمة العقل والأخلاق بالضرورة أزمة تدين يعني. يعني أكبر أكذوبة يقول لك في حكم دين والبلد مأزومة في عقلها وفي أخلاقها بالطريقة اللي احنا شايفينها وعايشينها دي يعني. فعشان كده احنا محتاجين نخاطب هذه الحقيقة ونتعامل بمقتضى هذه الحقيقة يعني، نتواضع إليها يعني. ما كل واحد من الأطراف يشد جميل. إذا كل